بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء عبر القنوات السعودية الرياضية، أسعد الله صباحكم، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. حيكم بأجمل تحية، تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان الطائف، ضمن هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان سمو سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، هكذا انطلاقة رابع أشواطنا في مساء هذا اليوم الخاص بالزمول من مسافة ألا وهي 6 كيلومترات الحاضرة في هذا الشوط. مقدمة الشوط المركز الأول الأسد بشعار هجن سيح السلم، مع مقدمة الشوط بقيادة أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي، يتابع الأسد في عملية التضمير. بن بيشان يحتل المركز الثاني، القادم مع دكتور وحضر شعار بن محمد حمد بن محمد بن فهد الرزق العجمي، يتقدم ومن غير إلى المركز الأول مع انطلاقة دكتور شعاري بن بيشان وابناء جودة يا بن بيشان ينتظرون هذا السلام. بينما المركز الثالث من تجاوز من المركز الثاني إلى المركز الأول السدري هو الحاضر بشعار سمو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، يقدم لنا السدري مع المركز الأول بقيادة حمد بن طالب بن علي الجربوعي المري في المتابعة في المراقبة في عملية التضمير. شعار المركز الرابع أرى شعار سمو الأمير فيصل بن أحمد عبد العزيز آل سعود مع عديم، بشعار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد عبد العزيز آل سعود ومحمد بن هضباب سعد المري يتابع ويراقب هذا الشعار. المركز الخامس من تسلل إلى الرابع إلى المركز الثالث أرى شعار جمعان بن مطلق بن سعد العازمي يحتل المركز الثالث مع انطلاقة الواصل. هكذا كانت النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة. نداءنا الأول أتممناه على مسامعكم، ولكن العودة والصدارة إلى شعار السدري مع مقدمة الشوط بشعار سمو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، يتقدم بمتابعة حمد بن طالب بن علي الجربوحي المري يتابع يراقب هذا الشعار الكبير شعار السدري بشعار سمو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، يتقدم مع انطلاقة السدري. بينما المركز الثاني عديم هو الحاضر بشعار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، يتقدم في هذه اللحظات مع انطلاقة عديم بمتابعة أحد الخبراء في عملية التضمير بن هضبان ومحمد بن هضبان بن سعد المري، يتابع ويراقب عديم في عملية التضمير. يلا يا بن هضبان، يلا مع عديم يحتل المركز الثاني. أرى شعار العازمي مع انطلاقة الواصل جمعان بن مطلق بن سعد العازمي يحتل المركز الثاني
مع انطلاقة ديوان دفاعات الواصل. أرى شعارك يا أبو نادر هو القادم والحاضر مع انطلاقة الفايز. شعاري بالرويشد، شعاري بالرويشد الحاضر بكل قوة مع انطلاقة الفايز. سليمان بالسلامة بن سليمان الفايدي الجني يحتل المركز الرابع. شعاري بالرويشد من كان له نصيب الأسد في هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان سمو سيدي ولي العهد، ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. بينما المركز الخامس، أرى شعاري في هذه اللحظات المركز الخامس القدوم والحضور. المركز الخامس أرى شعار في هذه اللحظات، وصل في هذه اللحظات الأسد هجن سيح السلم هو الحاضر مع انطلاقة الأسد. أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي في عملية التضمير، من يتابع الأسد في عملية التضمير. هكذا كانت النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة. نداءنا الثاني أتممناه على مسامعكم، ولكن العودة وين؟ العودة إلى مقدمة الشوط. غير عديم، غير عديم، عديم عديم، وحضر شعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود مع انطلاقة عديم، مع اندفاعة عديم. محمد بن حضبان بن سعد المري في المتابعة في المراقبة مع انطلاقة عديم، عديم عديم. بينما المركز الثاني أرى الشعار العنابي القادم من دولة قطر الشقيقة مع انطلاقة السدري، السدري السدري سمو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد ثاني ينطلق مع انطلاقة السدري بمتابعة حمد بن طالب بن علي الجربوحي. المري يتابع السدري في المتابعة في عملية التضمير. العازمي يحتل المركز الثالث مع انطلاقة الواصل، الواصل الواصل، وحضر جمعه بن مطرق بن سعد. العازمي يحتل المركز الثالث مع انطلاقة الواصل، الواصل العازمي الواصل. المركز الرابع بالرويشد مع انطلاقة الفايز، وخامسا الأسد بشعار هجن سيح السلم مع انطلاقة الأسد. ولكن العودة، العودة إلى المقدمة والصدارة إلى مركز أول. عديم الحامل لرقم واحد، الحامل للمركز الأول بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام عديم، والكيلو متر الأخير ودقة أجناس الكيلو المتر الأخير. يا مالك عديم، يا مالك عديم، حضر شعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود. يا سلام، يا سلام عديم، ولكن السدري، ولكن السدري، يا سلام يا السدري، والأمتار الأخيرة يا بدهادير الزمان. يا سلام، يا سلام يا سلام، عديم 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 بشعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود. ولكن السدري، السدري، السدري على المركز الثاني سمو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني على المركز الثاني. ولكن يا أهل السمو عديم طار، طار وحلق بين وماسي هذا الشوط. بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. عشرة على عشرة يا بن هضبان، والسلام.
السلام. سعودي سعودي يا بن حضمان مشكور 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 باسم الجمهور يا بن حضمان يا من تابع عديم في عملية التضمير. تهانينا ونواصي مالك عديم بشعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد عبد العزيز آل سعود محمد بن هضاب السعد المنري من تابع عديم في عملية تضمير المركز الثاني. السدري بشعار سمو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني. والمركز الثالث حضر الواصل بشعار جمعان بن مطلق بن سعد العازمي. المركز الرابع شعاري هجن الشحانيه مع المرجان من احتل المركز الرابع. والمركز الخامس شعار سالم بن عايض بن ترحيب الدعجاني مع مغادر من احتل المركز الخامس. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء شوط مثير وكان من نصيب عديم بشعار سيدي صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن احمد بن عبد العزيز ال سعود. تهانينا والنواص ومشكور يا محمد يا بن هضبان يا بن سعد يا المري من تابع هذه عملية تضمير. تهانينا والنواص. التوقيت الزمني مالك عديم 9:38 و79 جزء من الثاني. هكذا توقيت عديم بشعار سيدي صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن احمد بن عبد العزيز ال سعود ومشكور يا بن هضبه مشكور. المركز الثاني حضر السدري بشعار سمو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني 9:40:50 جزء من الثانيه. هكذا توقيت السدري. المركز الثالث حضر شعار الواصل مطلق جمعان بن مطلق بن سعد العازمي 9:54 وجزء يأتي من الثاني من احتل المركز الثالث مع الواصل بشعار جمعان بن مطلق بن سعد العازمي. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء هكذا كانت النتيجه مع الخمس المراكز المتقدمه. تهانينا والنماس لمالك عديم بشعار سيدي صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن احمد بن عبد العزيز ال سعود ومشكور يا بن هضبان محمد بن هضبان بن سعد المري من تابع عديم في عمليه التضمير. تهانينا والنماس لجميع الفائزين. متابعي الكرام مشاهدينا الاعزاء شوطنا القادم وخامس اشواطنا في مساء هذا اليوم وشوط الحيل الزميل المعلق المبدع دائما وابدا عايش بن فهيد الشمري واصفا ومعلقا لشوطنا القادم.